صافي واخا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء اللي غناقشوا فيه واحد القضيه. ربما هذه القضيه هي قضيه ديال العديد من المواطنين المغاربه واللي مأرقه العديد من المواطنين المغاربه، قضيه ديال الكراء ديال المحلات التجاريه، وايضا كاين حتى الكراء ديال السكن. كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش القانون وما عارفين شمالهم وما عليهم، كيكري دارو ولا كيكري شي محل تجاري ولا كيكري شي بقعه ولا كيكري، حتى كيلقى راسو كيتفاجئ انه بعد سنوات ضاعت ليه ديك البقعه ولا ضاع ليه داك السكن ولا ضاع ليه داك المحل التجاري. وهذا الشيء كله شنو هو السبب ديالو؟ هو الجهل ديالنا بالقانون. شنو السبب ديالو؟ هو اننا ملي كنبغيو نديرو واحد العقد ما كنمشيوش عند الناس اللي مختصين في القانون. دابا ملي كنبغي ندير شي عقد كراء ديال محل تجاري او لابارتمان او لا او لا او لا، خصني نمشي عند واحد النوطير ولا نمشي عند واحد المحامي، عوض من نمشي عند كاتب عمومي يكتب لي واحد العقد ما غير قانوني، نخسر واحد شويه الفليسات، نمشي عند واحد النوطير ولا نمشي عند واحد المحامي ونشرح ليه اش باغا ندير ويشرح ليا ويقول لي ها اش خاصك دير واش ما خاصكش دير، ورا في حاله ما لا درتي هكا راه غتوقع لك هكا، ولا ما درتيش هكا غتوقع لك هكا، راه يقدر يمشي لك محلك، راه يقدر تمشي لك السكنه ديالك. بزاف ديال الناس ولو انهم قاريين وواعيين كيتقولبوا في هذا الشيء ديال كراء ديال المحلات، وخصوصا المحلات التجاريه، لان كيكون مزيان مصطفى كيكون المشكل ديال شنو هو المشكل ديال المحلات التجاريه؟ تيولي داك الفوند كوميرس، كيولي داك الريجستر دو كوميرس باسم الانسان اللي كريتي ليه، كتكري من عنده واحد المحل كيدير فيه هويا صالون حلاقه ولا مكتبه ولا مصبانه شي نشاط تجاري كما كان، كيدوز واحد المده كيمشي كيدير المسائل ديالو القانونيه، تيولي بحال داك المحل ديالو، وبالتالي ملي كيولي مول الملك باغي يخرجو كيلقى مشاكل. هادشي اللي وقع لهاد السيده، ومن خلال هاد القصه غادي نحاولوا اننا نلقاو حل لهاد السيده. كنتمناو من الناس ذوي الاختصاص من الناس ديال القانون انهم يتواصلوا معاها، غنخليو لكم الرقم اللي يقدر يفيدها، وفي نفس الوقت غادي نعطيوكم واحد العبره وغادي نعطيوكم واحد الاستفاده، انك الا بغيتي دير شي حاجه الجأ لذوي الاختصاص. بحال الا بغيتي دير شي عمليه سير للطبيب، بغيتي تصايب شعرك كتمشي عند الكوافور كتقلب على الناس اللي مزيانين. دابا بغيتي تصايبي غير شعرك ولا حجبانك ولا كتمشي تقلبي على واحد الناس اللي كتثقي فيهم، وانتي مشيتي كريتي محل تجاري فين مشيتي درتي العقد؟ لان عند المستشاره قانونيه. اييه وقلت لها خصي كتبي لو فوند ممنوع لو فوند كوميرس، ما كتباتش هذاك الشيء. اه وانت ملي سالت العقد قريتيه؟ قريناه، قالت لي راه كاين واحد الغلط راه ما دارتش وما دارتش اجي نصحو، قال لي لا خصي. لا وديك الساعه نوقف. جا هو ما جاناش. لا ماشي معلاش ما قريتيش عند المستشاره القانونيه؟ قريناه عندها تا خرجنا وسالينا خدا هو العقد ديالو، من قريتها قلت لها اجي نرجعوا هذا الشيء اللي قلت لها ما كتباتوش. نعم سمحي لي كلامك هو الكبير، ولكن اي لا. عقود كتقرا قبل ما كتوقع. جات عندك لاختي شي هادشي اللي قلنا لك ديالي. اسمحي لي اسمك الله الحبيبه ديالي لاله توريه. دابا اليوم غندوي بصراحه باش نعرفوا الاخطاء اللي درتيها انت ما يطيحوش فيها الناس. ما يمكنش هاد المستشاره القانونيه ما قراتش عليك العقد قبل ما توقعيه. ما قراتوش عليك قبل ما توقع، مستحيل. داخل الراجل ما قراتش ليه، كون قرات كون شرحت ليه واخا ما قريتش ليها وخرجت وخليت راجلي مع السماصريه. السماصريه والكاري المختاري يعني هما اربعه اللي داخلين عندها. ما قراتش عليه، كون قرات عليه غيقول لا، واخا ما قريتش غيسمع. نبداو القصه منذ البدايه باش الناس يفهموا. السيد جا كري عندنا، قال لي خصي انايا مجنب المشاكل. انتم دار ديال الاستفاده. دار استفاده. استفدتوا من العشوائي. استفدنا من العشوائي، استفاده ملكيه. السيد جابوا لي هاد المستفيد. في محلات تجاريه. محلات تجاريه، عندنا محل ومستفيد عنده محل، عندنا جوج. انا مني وقفنا ما قدرناش نكملوا الصليح، بنينا راسنا. قال لي المستفيد خاصك تكري محل. دابا ماشي انت اللي استفدتي، واحد اخر اللي استفد، ولا انتم بجوجكم شاركتوا في بقعه؟ بجوجكم بقعه. اه بجوجكم مستفيدين. مستفيد اللي معايا في. حنا تنعرفوا ان هذا الشيء ديال الاستفاده الملكيه تيكون بعض المرات جوج الناس كيعطوهم بقعه، وبالتالي كيتشاركوا كتجي فيكم القرعه. ياك. درنا القرعه كل واحد كيفاش جا المحل، انا جاري من جهه الجيران وجاتهم الشوكيه. اييه. قال لي خصك تكري هذا المحل، هو اصلا دابا سمسار. هو اللي جاب لي هاد. ولكن علاش خصك تكري؟ هو شغله؟ اه قال لي انت ما عندكش باش تصلحي وباش هادي وباش ديك، خصك ضروري تكري. ماشي شد عليك السيف ولا قشك. لا. على خاطرك. على خاطرنا. مشيتو تكريو على خاطركم. ومشى هو نيت سمسار فيه.
اييه حيت هو سمسار من بعد عاد باش وقعت هاد المشاكل ديال باش كنقول ليه انا قبلت سالي العقد ب 3 شهور دخلت عنده قلت لي خويا بلغت ليه قلت لي انا بغيت محالي قال لي نهار اللي تبغي محالك علميني علمته بثلاثة شهور ملي سالي العقد شحال وانتم كارين ليه ثلاث سنين درتو في العقد درتو العقد في 3 سنين صافي ملي سالات 3 سنين باقا ما سالاش ومشيت قلت لي خويا بغيت محالي قال لي داكشي اللي دايرين نتوما في العقد دايرينا في العقد خاصني نبلغ ليها اييه يعني العقد قال لي سيري للمحكمه نعطيك محالك يجي خودي مشيت للمحكمه صقت الاشعار والو دابا انت ما جبتيش لنا حتى نسخه العقد باش نقراو جايه هكاك ما جبتي لنا نسخه العقد ما جبتيش الشكايه اللي دايره باش نفهموا شنو واش فراسك حتى الشكايه في بعض الاحيان الا كانت فيها غير شي كلمه ما هيش حتى اللي هي كتكون شكايه غلطه ما كتمشيش دابا انت حتى المحامين اللي قلتي درتي محامي درتو ب 3 مليون محامي درتو ب 120 محامي درتو اخر محامي ب 40 الولفه ودابا مول 3 مليون ما قضاش لك مول خاصو بعدا يعطي الافراغ قلت ليه دعوه ديال الافراغ ما زادش ودابا انت ما دارش لك حتى مول 3 بغيتي مول 40 يدير لك هذاك قال لي غيخرج مره دير ليا والو اخر لحظه جيت لقيتو عنده في البيرو صافي قلت ليه عطيني الدوسي ديالو لقيتي المختاري عند المحامي عند المحامي قلت لي عيد تاخد هاد الفلوس بعدا اللي عطيتك خذها الاتعاب ديالك ورد ليا المباق يعني سيري بحالاتك ولا غتزيدي مليون اخر انا درت معاك ربعه ماشي درت معاك ثلاثه ياك وقلت لي انت شنو قضيتي لي انا نزيدك انا مليون قضيتي لي شي حاجه انت في ديك ثلاثه غتزيدك انا مليون غنزيد راه فلوس كرك كنت كنشدها كنعطيها 40 دابا انت المحامي عطيتيها 3 المليون ماشي في 60 في 40 3 ونص اللي خسرتي على هذا المحل لا هذاك المحامي بوحدو ديال ثلاثة بوحدو مشيت ثاني ايه زعما قلت لك لا جينا نجمعوا المجموع ديال الاتعاب ديال المحامون اللي درتي مشيت ثاني عند الاخر 100 مات المحامي الثاني والثالث ثاني مشيت ثاني 40 ودابا ثاني كنقول لي عطيني غير الرواسه باش نمشي ناخذ رزقي راجي انا مريض ولدي عا كيقرا عطيني باش نعيش انا ولا كيحط لك الوليه في المحكمه في المحكمه اصلي بغيت نمشي ندفع الطلاب ونبقى نجري وشحال وشحال عندنا حيت قلتي لي خرج ليا من داري خرج لي من محل تجاري ديالي خرج لي من محل تجاري ديالي ولا شاد معاك الضب دابا الا بغيت ناخذ عند الرواسه خصك تقول لي سيري تديري محامي عاد يمكن لك تاخذي الرواسه خاصك تمشي خسر انا 40 اولا 60 عاد ناخذ انا 100 ما عنديش الربح في هذيك الكره غير ما عنديش الربح في هذيك الكره اش مربح عندك شحال كنعطيك في التسويق التسويق مليون ونص وهذيك الساعه قلت لي نوجد ديك مليون ونص ديالك وباع باع ليا من المحل يخليني نعيش انا هذاك المحل بكيت عليه ما بكيتش حتى على بالي ما بكيتش عليه البكا اللي بكيت على داك المحل علاش اختي علاش اختي شوفي الانسان ما كيتعوضش ولا نشري انا ديالي انت واحد ما خدام غير تسنطي لي الحبيبه ديالي غادي نخدم فيها انا دايرها في الراشه في الشارع يجراو عليا فين غنمشي انا الانسان ما كيتعوضش ولكن اي حاجه كتعوض على باك غتعوضيه ما نعوضوش با هو احسن راجل كان عندي في الدنيا هاد المحل انا باك اللي كان احسن راجل عندك في الدنيا يعني شوفي هاد المحل قارنتي به لانك تشوفي انه هو داك المنقذ هو اللي غنعيش هو وهادي وكلشي كتشوف راسك تحقرتي وخا يقول لي سيري للمحكمه انا عطاتولك جي خودي وانا جريت في المحكمه تعيت هو شنو خرجك في الحكم؟ السيناف ترفض من درت هذاك قال لك لا خصو يزيدك وما يخرجش مشيت ثاني عند السيناف السيناف ثاني ولكن عندي كونترا عندي كونترا كتقول ان تسيت 3 سنين ويخرج قال لك انا كنخلصك انا كنت كناخذ فلوس على عام وعلى شحال عاد كناخذ دابا كيقول لي ثاني كنقول له عطيني غير هاد 3 شهور اللي كانت سالك عين 3 شهور اللي كانت سالك انا لا قال لي سيري للمحكمة تاخذي خمسة أو لا ما تاخذيش أو لا سيري ثاني ديري المحكمة دابا بغى يعطيك خمسة تبيعيه ليه بغى يسبق ليا هو دابا واش حاسب ليا الضرائب ولا ما فهمتش شنو حاسب الإحصاء الأخراني اللي تحصاو الناس اللي مشاكل تحصاو دازت واحد الإحصاء دابا هو عمر هو انا هاد المحامي الاخر اللي درت ب 40 راه كان هو كان خاصو يحكم عليه بالافراغ ماشي المحامي اللي كيحكم فهمت ست سنين ما زادش فيها وخمسه اشهر هو معاه وعطاني النسخه ديال الحكم وتاريا محطه في الصمت واخا ما كاين لا زياده لا والو هو محكوم بالزياده وما زادش ولكن صندوق خاوي فين هو راجلك في هادشي كله راجلك فين هو تفقص ايه راجلي ما بقاش يقول لي ما بقاش انا يشوف لي شي محال ولا شي دار انا اللي بحالي موت شنو طرا ليه راجلك مرض قلتي لي توكل توكل وهذا المستفيد هو اللي قال لي نهار جات لابلاص قال لي راجلك الا مات راه هو اللي مشرب شي حاجه في القهوه باش مشى معاهم عطاه هو نهايه اشغال راجل قال ما كان معول على شي قال لك لا قال لي عطاني هذا عطاني هذاك عطاني نهايه الاشغال ما عندوش شي مشكل معاه ما كان عنده ما والو
باغي كيفاش يطيحوا الراجل عندي يعني. كيفاش نيه الاشغال زعما راه نتاهين حنا الاشغال باش يجيب بيرمي دافيسي باش يدير الفونت كوميرس اوراق المال وانتم باقي ما ساليتوش انا باقي كل تقابي كل ولا حيت اللي هو جهه يعني مشيتو جبتو البيرمي دافيتا ولا مشي جابو الدور الراجل قال لي الراجل عندي انا قالوا لي غتسينا انا ما كانت الدور انا دافعه الدوسي ديال ما كانت الدور ديك الساعه ماني مشي دفعت انا تانا الدوسي قلت ما يمكنش غيجيبوا الما كانوا سميتو اجي مشي ندفع انا الدوسي اللي عطى الله عطى خادو بيرمي دافيتي جابوا الكاري اييه من عيط العضو قلت لي واش الكاري من حقه يجيب بيرمي دافيتي قال لي راه داه بطن جرخت العضو ماله خديتو من عنده والعضو واش دخل هو اللي مدخل معاهم في هذا الشيء ديال بيرمي دافيتي شاف الدار كلشي قال لي واقي يمشيو عنده ما غاديش يعطيه ليهم وعطاه ليهم يعني القضيه فيها التخلويض قضيه فيها التخلويض قضيه فيها الروينه ومني تخلص راجلي هذيك الساعه الشهر عيط لي 1000 درهم قال لي علاش عيطتي 1000 درهم قال لي سين على الروسي سينا عطاه الفلوس ناقصه ب 1000 درهم قال لي 1000 درهم علاش عيطتي لي قال لي هذاك بيرمي دافيتي مالو جا فابور راه 1000 درهم باش جبناه هذا الكاري كيقول لي وانت جبتي على مصلحتك وحنا ما نسقط علينا كرانا دور على هذاك البيرمي دافيتي بهذا ب 1000 درهم 20000 وزاد ثاني تريسيان ماني جاب المقاله مشى هو سابق على المقاله انا دافعه مشيت عند المدير ديال الاداره قلت له ما يمكنش انا مستفيده هو عكاري ياخذ المقاله ديال الضو في سميتو سميتو وانا هي مولات الدار وانا الدوسي دافعه قبل منه ديالو ويجيبو من ورايا ويجيبو لا ما يمكنش بقى كيشوف بقى كيشوف فيا وصافي صافي اش غندير انا ركبت المقاله نمشي نهرس انا لا انا حضوني تخرج عاد جيت المكان كبس من وراي دائما يبغيو يديروا شي حاجه يحضوني حتى نخرج عاد كيديروها تعصب صراك ايد عيش راه مرات الله يا خوتي الله انا مرات مي حيلك كتشوفي فيه هكا قدام عوين وكوني عا كيسكت راه كندوز دابا انا كنعرف قرايدي كنعرفو كاين واعر ها ها ولا نهبط عندو كيستفزك باغي بروفوكيك باي طريق هذا راجل ودير راسو في كتيه مراه هكا كيدين بلحيته كلشي ياك ما سيدي ايوا قول ليه اش غادي نقول لك يعني انا ما صديقين كيديروا بحال هكا كيخافش الله وكان كيخاف الله ما يديرش هادش وشرا ما حال ب 80 مليون بطريقه كتبوا سميه سمو شرب برط ما شرب طوموبيل قلت له خويا عطيني ما حال انت درت عطيني ما حال انت ترزق به ايه لا خصي سير للمحكمه اللي عطاتو لك جي خوذي جي مرحبا هاد الرواسل الاخرين قال لي تاخذي خمسه جي امر من المحكمه خذي خمسه ولا سيري حيدي عليا من هنا ما بقاش شوفي لي انا جري لي على الكليان وديري لي وديري لي دابا انا ملي كنهضر معاه ما كيكون لا كليان وليتو حتى في النزاع دابا اه ويلي من المدني وليتو من المدني وليتو في الجنحي انا كنصاب انا كنصاب انا كنقتلني هو دابا مول الدار عما غط مسكين قال لي هو حارف عليا قال لي تمشي للحبس باي طريقه وصلتك الحبس علاش وعدو تصور ديال العكاشه ما عرفتش كندير عيا لي باش كندير عيا في يدي لي الفيديو دزت فين فين جزريه الفيديوهات سيدية الجنانيه كندوي على حقي كيبدا يعاير فيا كنعاير فيا انا والو باش غنسجلو هذاك المعيور اللي كيعايرني فيه كيسجلك انت هيا ويخلي راسو هو يخلي راسو هو كيشجلني انا دزت بها شنو قالوا لك ملي دزتي عاد في الزجر؟ كنت غنمشي عطوني شهر سورسي ما يا الحبيب الله كلشي هادشي راه دزت فيه تجي بديك الفقصه هو كيعطيك وانت كتبقاي تسبي فيه وكيسجل يشارجيني كيخليني انا كنعير وكيسكوت هو ودي يسجل فيا لا هو ولا الجار سجلت بنفس الطريقه حتى هو هو داك مالو واش دخلو فيك ملي كان تهز مع داك كيقول لي رهبط ديرت ليا كيما حتى هو يدق عليا ما يخليناش كاع ناس هو اللي رجل بغيت نعسي ما تنعسيش ولا نعس مشى راجلي بزز مشى للبوليس كيسير البوليس واش هذا غطلع عندو الدار تسمى مهجم عليه مشى البوليس قال لي هذا راه دارو ريبولي خليه ايه ولكن كاينين اوقات اللي ما عندوش الحق انه يزعج الساكنه دائما كيبدا هو من 11 شوفو لا 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 ما يمكنش كاينين اوقات اللي ما كنزعجوش فيها الساكنه من ورا 9 ديال الليل ما يمكنش اننا نبداو نضربوا بالمطارق ونبداو نزعجوا في السكان كان عندنا شي حاجه ومن غير انه يمشي عند البوليس ولا ما يمشي عند البوليس راه الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على الجيران وحنايا الحمد لله مغاربه وحنا مسلمين ولا الجاره التحتانيه في الطاليان وما ما كنعرفش انا شنو يدير تمغاده ونشتف ولا تمغاده وكنضرب ولا حنا نتوما شحال بالسلامه بالعافيه في الدار حنا ثلاثة غير بعتوا لي وحدة اه بعتوا وحدة باش بنينا باش بنيتو اه علاش البنك حيت ما قادرينش على البنك سمعنا داك الكرا اللي كريت هو اللي غنكمل به باش غتصلحي وتعيشي حيت راسي فهمو الدار وليتي في السورسي ولا دابا دعاني على الاصلاح وهو اللي ما كانش باغي يصلح في الاول سينا لي راجلي على 6 الملايين سينا لي راجلي على 6 المليون قال لي بشرط ضرب الواجهة ما ضربش الواجهة مشى شرا الطوموبيل وصلح برق متو من الداخل وخلاها الواجهة يلاه وكيا شرح حمر
يلا كمل هاد العام، هاد العام اللي فات يلا كمل 6 مليون درهم طريطاس كيدير من الساله. قال لي بغيت تشطيم، مشاو من البنك مع الكاري باغي يهز الكرا على المحل. راجل ما بدل لاكارت قال لك حقا تزادوا حرف الزبيده مكتوبه الف، قال لي تزادوا حرف وما ساعدناش المدير على البنكه باش غنهزوا الكريدي. جا كيدق عليا قال لي راه مش راه شوفي راجل عندك، راجلك عنده غلط في 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 لاكارت ناسيونال ديالو في الكليه ديالو، راه مشينا بغيت ندير تشطيب على داك الكريدي اللي كان سينالي عليه ما ساعدونيش. راه راجلك الا مشى تماس راه يخلي لك مشكل بطول عمره مسكين. قال لي راه يخلي لك مشكل، كي تمشيتي تا ما قضيتيش الكريدي عاد مشيتي عندي تقول لي صافي ما نديرش معاك شي واتساب. ودابا انت كتخلصي الضريبه؟ كنخلصو موال لا كتجيك الضريبه في سميتك. هو من ورقه شكون لهم لينا في البنك؟ لا دابا غير تسنطي ليا، واش الضريبه كتجيك في سميتك ولا كتجي في سميت الكرا؟ هذوك كتجي في سميت راجلي. ايه في سميت راجلك لانه موظف. ضريبه ديال المحل التجاري. ما عرفتش كيقول لي خاصك. اه حيت دار، حيت هو دار روجيستر كوميرس. دار روجيستر كوميرس داكشي علاش وليتو نتوما خصكم تخلص. شحال كتجيكم؟ والله ما عرفت المره الاولى بقى لها جات شي جوج. جوج مليون. دابا الله عيط سير ما مخلصينش. يعني انا سيري ما كاين، انا كان المغصح الدار ما فينيس مالي فلوس كنشدها. احنا دابا ما عندناش ما نصرفوا الغلاوات، خد راه كلشي غالي، كلشي غالي ما كاينش اللي غيصرف. انا اللي كنصرف على هذاك الدار. ايوا ملي كنقول لي عطيني على الواسي اللي كان سير كيقول لي يلا بشرط تاخذي خمسه، انا كان سير ثلاثه قال لي تاخذي خمسه، هي ما تاخذيش خمسه. سيري ديري محامي شوفي شغل ديري سيري. انا ما عندي لا مصرف ومشيت ثاني ندير محامي ثاني باش ناخذ هذيك الخمسه. انا كان سير على ثلاثه علاش مسبق لي هو جوج؟ غريب هادشي. غريب شي فعيل ما 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 غريب هادشي صراحه. ما يمكنش لي انا كيف ما قلت غادي ان شاء الله غنستشروا مع شي انا كانت سير انا اللي عطيني انا كانت سير مع شي محامي ولا مع شي محاميه غنعرضوا عليهم القصه ديالك ان شاء الله وغادي نستضيفوك وغادي معك الوثائق كلها حيت انا ما يمكنش ليا نقول لك شي حاجه. لا عندي العقد وعندي الورقه اللي راه حتى يكون استاذ محاميه ولا استاذه محاميه رجل قانون راه هذاك الشيء فيه اختصاص. يقدر شي استاذ ولا شي استاذه متخصصين في الجنايات ولا في الجنحي ولا في هذا تسولوا على هادشي ديال المحله التجاريه وعلى المدني يقدر ما يكونش عنده واحد درايه، فما بالك انني انا نبدا نقول لك. انا الحاجه الوحيده اللي كنعرفها انا في القانون ان العقد شريعه المتعاقدين، مي كديريش حاجه في الكونترا هي اللي كيبني عليها القاضي وهي اللي كيبني عليها القضاء وهي اللي كيبني عليها المحامي. داكشي اللي في الكونترا اللي في العقد اللي درتو النهار الاول هو اللي كنعرف انايا. دونك انا ما يمكنش ندوي معاك الا ما شفتش العقد. خاصني نشوفو. ما كتبش فيا الفوند ممنوع الفوند كوميرس ما درتيهاش هو القاضي. هاد القاضي انا ما عارفاش، انا ما عارفاش انت اللي كرا واحد محل تجاري تنظن ما يمكنش يمشي يدير الفوند كوميرس الا ما سيناش ليه مول الدار. راجلك غيكون سينالي. دابا قالوا لي سيني عليه ما قالت الضو. يمكن يمكن راجلي ما قاريش كان داير شي ورقه سينا. يمكن اكيد سينا عليه. قالت لي راجلي كون درتو لي ورقه البيع اسني عليها ما قاريش. حيت هادشي هادشي اللي هو مقلوب فيها. هادشي راه وقع بزاف ديال الناس وقع عليهم. دوخين وبالقهوه وداكشي اللي شرب يقدر يسيري على كلشي. تيجيو اني لو عليا حوايجي ولا يخرج من الدار. يعني داكشي راه فيه مقادين فيه راه فيهم. ولا يعذر احد بجهله للقانون. الانسان اللي ما قاريش. نعم. اللي ما قاريش وما فاهمش وما واعيش في اي امر من الامور القانونيه كيدي الناس اللي قاريين معاه. كيدي الناس اللي واعيين. ما يمكنش لي انا ما قاريش وغادي كتوقع. انا ماشي غادي نقول لك لا هادشي كيوقع. هادشي وقع للناس اللي قاريين القانون والديهم ما قاريش وقولبوا والديهم وداوهم وجيت كتجي انت كتلقاي راه دالك امك ولا دالك باك وسينا ليها. انا اللي قلت انا مطوره انا مطوره الا كنت مشيت مع دربعة كانوا غيدوروا لي سأله. كنقول انا راه كنعرف هاد الورقه وكنعرف هادي كون مشيت مع هادو كانوا غيدوروني كانوا غيدوروا لي نفس الطريقه اللي داروا لي هو. حيت هذا الكاتب العمومي تا هو عنده دخل في المحكمه. نقول لي داني اللي عند هاد المحامي. قال هاد المحامي راه واعر خطير. جيت بقيت نشوف لقيتهم هما رباعه رباعه مدورينك رباعه ولقوني تاينا وليا دوروني كيما بغاو. وحنا تنتمناو ان شاء الله كنعطي فيه فلوس باش نقد راسي. قلت راه عطيت ثلاثه واخا ماشي في الطاقه ديالي غنعطيه بغيت محالي. يعني باغا ما لا صدق في الاخر لا فلوس لا محال لا حتى شي حاجه. هذه ديال ديالي بقى لا وجه تلقى هي هذه اللي كيقول. ولكن انا غننصحك واحد النصيحه الحبيبه ديالي. ديها في صحتك، ديها في صحتك وديها في عافيتك وكل شيء تيتعوض.
الا الصحه والانسان لمشى الا متي وتفقصي راه ما غاديش تعوضي المحل. وكذلك ومثال مول الدار دابا انت كتبقاي تلكي فيه كتبقاي تلكي فيه لوك 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 وراه ما كاينش اللي مرضو قدك. انا عارفه العيالات انا كندور في الدار كنهضر على راسي وانا عارفه العيالات كيبقاو ينقلوا ايوا شتي ها هما قاو البوك ها هما داروا لك ها هما داوك ايوا شتي ها هما يا ما سيادك ها هما داروا كيك هذا الشيء انا عارفه غادي ديري لي فيه ماشي انا الناس كلشي كيعايروا في الزنقه كلشي كيقولوا لي انت كنتي راجل كاع ما تمشي معاهم كنتي هادي يعني ايوا ولا عاوتاني بركه على السيد غتسطيو وغتحمقوه وويلي اختي علاش؟ كيقول لي راه صافي انت حرام ما تبقاش حي واختي شنو علاش دابا بغيت نسولك راجلك ولا الحانوت؟ هو راجلي هو الاسبقية الحانوت راه عجا عجا بالله مولا دارك بات وليداتك شحال الوليدات؟ عندي جوج عندي بنت سولت فقصتيهم تا هما مرضتيهم بنتي شدها مرض نفسي يعني بنتي راه ودي تا هو اصلا معصب كيقول لي ما عرفتش شنو مالكم عندكم هذا الحانوت في زرقطوني اللي درتوا عليه هذه الحالة صحتك وخذي اللهم داك الكري اللي كيعطيك السيد وعيشي وكولي وشربي بيه. هو دابا ماني شاد الحانوت تكوني عاد ساكت وكوني عا ما يجبدنيش دابا دخلتو للعيب ما لقيتوش نتوما شي واحد بعقله اللي غادي يجمع بيناتكم ويصلح بيناتكم ويبرككم ويشد السيد ويشدك تا هو علم الله كون تا هو كيعمروا ليه راسه شكون قال؟ ايوا راه معايا انا جاري كيقول لي تيبغى كاع ويقرا تيبغى يخرج من المحل يقول لي بقى لا ولا اختي تي غدمري حياتك دمرتي حياتك هبط لي على الورقه ديال الماء المكانه ديال الماء هي اللي بقى مشروكين فيها هنا الا هبط لي الورقه ديال الماء وقلت لي هانتها شوف ها شحال فيها 12 100 على 30 درهم لي و30 درهم لي انا كيقول بحال دابا جات ثاني 40 درهم 400 لي 400 كيقول لي داك الدري اللي خدام معاه في المحل هكا سير 400 صرف يمشي صرف وقولي لا بحال دابا 380 قولي لا خصك ترجع لي الدرهم يمشي وما يبقاش شديتو الضد مع بعضياتكم ورجع لي الدرهم شديتو الضد شديتو الضد مع بعضياتكم ما لقيتوش شي واحد بعقلو انت داير بغيتي ما كتراجعش نفسك ما عرفتش شوفي لا انت انتوما انتوما خرجوا اللعيب مع بعضياتكم غير باش نقول لك خرجوا اللعيب مع بعضياتكم وحتى شي حاجه ما كتستاهل ان هذا المحل كاع شحال غيجيب شحال كاع غيجيب هذا المحل اهم من صحتك وصحة راجلك وصحة وليداتك هيا بنتك مرضت لك مرض نفسي ها هو الولد كيقول لك شي نهار غنفعلو نترك ماما في راسي ولا نمشي ليه ولا شنو علاش اختي علاش اختي ما نعيشوش في سلام ونتبع القانون ياك درت قضيه في القانون والاخر دابا المستفيد هو اللي ما كانش باغي يصلح تبع الطريقه ديالو تسال عاد دابا دار ليا دعوه باني انا اللي راجلي ما بقاش يصلح ايوا راه بيرميدابيتي اللي جبتي لينا كتقول بان سينيتي في بان ما قعدنا لا صلح لا والو عاطين هيئه الاشغال هذا خاصو اللي عطى لكم هذا البيرمي خاصو يمشي خاصو يتحاسب خاصو يمشي للحبس اللي كيعطيو هذه الاوراق هذه الوثائق مزوره اللي كيقول لك شراها ب 1000 درهم راه عندي انا جوج الشكايات ديال التزوير دافعهم وتا حاجه ما كاينه وراه باقي عندي خاشين كلشي دابا تي خمس سنين وتي حاجه غادا جايه في المحاكم المحاكم والو والو لا حياه لا 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 ومالك يا اختي بغيت انا حقي بغيتي بين ودابا حقك كاين حقك شوفي حقك من حقك انك تطالبي بحقك ولكن هذا لا يعني هذا رساله كنوجهها اليوم للجميع لانني كنمشي للمحاكم تنشوف انايا بعض المواطنين والمواطنات غير مع الضد كاين اللي حياتها كلها وكاين اللي حياته كلها هو غادي يجي في المحاكم على تخربيقه وما باغيش يسمح وغادي جاي داعي ما نقولش كسمح في حقك وما نقولش كسمحي في حقك ولكن نتكيسوا على ريوسنا وعلى الناس اللي معانا انا دابا بقى كيضارب معايا الجار شي جار كيضارب معايا كنمشي نريح في الدار كنقول انا ما عنديش ما بقاش عندي حتى وجهي باش غنمشي نوقف قدام البوليس باش غنشكي صافي نريح في الدار حتى كيجيو البوليس يجيبوا لي السيد ودابا حيت ضربتو هو مشى دار ديكلاغاسيون ما مشيتيش انت انت هو هادشي ديال الاصلاح راه هو ما باغيش يصلح ومشى دابا نتوما الا مشينا عند البوليس الا مشينا عند البوليس وسولنا ما لقاوكم طالع عليهم في صحتهم وفي راسهم زيت الريط محضر زيت الريط محضر زيت الريط محضر وانا اللي غادي نقولوا للجايين شبعان فيا معيور وسبان وداك الشيء وطاكي على ولدي وداك الشيء كنسد عليا وكنلقاه كيمشي يجري وهذا هو هذا هو عدم الوعي كتكون المشكل مدني كيولي جنحي بحال دوك اللي كيديروا اكسيده في الطريق كتكون على الحديد ما الحديد حتى كتلقايهم شانقين جد بوك جد امك فعلتك طاصيلتك كيكون كما قلت لك المشكل راه غادي عا في المدني ولا حادثه تسير حتى كتطور كتقدر تولي جريمه قتل علاش هادشي كلشي لان النفس اماره بالسوء ولو كنا دابا ريحتي مع راسك غتلقاي راسك الفلوس اللي خسرتي كلهم في هذه المده كلها داري وسالي صلحتي دارك ورامي كيواكله وشاربون مقصره مع وليداتك ومع راجلك
وندفعها في القضاء، ولا جات هي هذيك ولا ما جاتش مرحبا بها وكتدخل لي هذيك شحال 46000 ريال. محامي الاخر 80000 ريال غدا بها ودموعي دموعي. شحال كتاخذي 46000 في الشهر؟ او صافي ونقول لي عافاك اسيدي زيدني في الشهر، ومريضنا ما عنده بس وناكلو كاين بعض الاحيان زادني وسكتو ما بقاش ما بقاش يعيط. دخلتو شوفي دخلتو دابا شوفي ما كايناش حاجه سميتها ما بقاش ما قلش عليه من تاورا. الا مشينا عندو غايقول لينا هضره اخرى باش نقول لك شي دابا الا جبتو ريحت معاه هنا الناس غادي تصنطوا لي غايقول لك هذيك السيده داك الشيء كاع اللي قالته كذوب. دونك انا ماشي قلت لك انت كذابه اولا هو كذاب. ملي كتكون الحرب كل حاجه جائزه، ملي كتكون الحرب كل شيء جائز. كيقول لك كل شيء جائز في الحب كما في الحرب. حاجه مرة لا كتبغي شي واحد كدير على قبله اي حاجه، كذلك ومثال في الحرب اي حاجه ممكن ان الانسان يديرها. في بعض الاحيان قد يلجا الى واحد الطرق اللي هي غير قانونيه ويلجا لواحد الطرق اللي هي خبيثه باش دائما هو اللي ينتصر، حيت كل واحد فينا باغي ينتصر. دابا هو راه دابا اللي جيتي تهضري معاه مباشره تلقاي هذا هو الراجل ولا حيد من الطريق. وانت انت انت راك انت هي المراه ولا حيد من الطريق. كتجي عنده دابا بحالكم يبدا يقول لي تيقول هذيك الخدام اللي معاه شوف شوف كي كتبان بوصه شوف كي كتبان دايره شوف كي كتبان هذه تنمر عليا كما باغ كنخليه انا كنضحك خليني دابا كنقول لي واش هبط لك انا الورقه تعطيني كيفاش كي كتبان بوكسه وين قلتي الراجل بلي حيت هذا شنو كيتحرش واش عطيني مره ومرات كنقول ليه واش راه دابا هبط عندك تعطيني فلوس الماء ولا بدات تنمر عليا وتبدات هذا ماشي تذمر هذا تحرش تحرش هذه قلت الا كانت بصح كيدير هادشي قلت احترام ليك والزوج ديالك مره ما يجوش ودار ولا تحرش ملي كيقول لك مبوكسه وزبينه وهذا شريف انا عرفتي جدي راه جدي شريف واحد وانا كنشوف كنقول ليها حيد جدي شريف عزيز ثم ولاد حريز. مشاهدينا الكرام غنختم معكم هذا البث المباشر. ما عرفتش انا واش تبغي تخليني مرتك تخليها غنخلي لكم الرقم ديال السيده اللي بغى يقدم لها يد المساعده القانونيه يعيط لها المساعده القانونيه بلا ما تعيطوا لها انتم وتبقاو تزيدوا لها هم على هم اللي باغي يتلوط ويتزلل وديك الهضره ديال الزنقه ويتحرش وصيفطي ليا فيديو صيفطي ليا تصويرتك صيفطي ليا هذاك الشيء الله يجازيكم بخير ممنوع. سيده محترمه مزوجه عندها وليداتها اي واحد بغى يقدم لها يد المساعده يعيط لها في الرقم. ما غتقدم لها يد المساعده غتبقى عتبرزط لها في المخ ديالها كثار ما هي مبرطه. لان السيده ريحت مع السيده راه مريضه في راسها سيدي راه مرضات لا هي لا راجلها لا وليداتها. مابقاش عيط لها ديري ابيل فيديو صيفط ليها تصويرتك عريان دير ابيل فيديو تلقاك عريان داكشي راه صافي راه تجاوزناه وطلعتو البنادم في راسو وفي صحتو. غنخلي لكم الرقم ديال الهاتف شحال النمره 0-56-76-92-48 عاوديها 0-56-76-92-48 توقعي ان هذا النوع اللي قلت لهم ما كيديروش هكاك راه غيكونوا لان بطبيعه الحال ما خلاو من شي بلاصه. مشاهدينا الكرام نختم معكم هذا البث المباشر على امل ان نتلاقاو بكم. كنوعدكم اننا غنتلاقاو بكم في بث اخر ونشوفوا ماذا يقول القانون في القضيه ديال السيده وتجيب لنا الوثائق ديالها بطبيعه الحال كامله مكموله. الى اللقاء. شكرا.